سألني أحدهم: أليس التبتل، يعني الانقطاع عن النساء وعدم الزواج، عبادة أفضل؟ وأقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، وعن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، وذلك لقوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. اشرح يا إمام. التبتل حرام، وذلك لقوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. لا تبديل لدين الله، أعتقد ولا للصورة التي خلق الله عليها مخلوقاته. أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. هذا يعني ألا تبديل للفطرة سواء في الدين أو في الصورة. أعتقد أن هذا يوضح أنه لو جاز التبتل لزدنا. ربما تكون على صواب، فمن صفات بعضنا المبالغة. هل الدين ينهى عن المبالغة في العبادة؟ إنك تقودني إلى منزلق يا أبا يحيى، الإسلام دين وسط. بعضنا يعتقد أن العبادة صلاة وصيام فقط. ذلك قصور في العلم، فالعمل عبادة، وإعمار الدنيا عبادة، وهداية الناس عبادة. هذا كله يندرج تحت كلمة العمل، ولكن أي العمل يعتبر عبادة؟ ما ينفع الناس. أحسنت يا أبا يحيى. ربما أكون قطعت تسلسل حديث الإمام، فعفوا. أفدتنا يا أبا يحيى. حدثنا قتيبة بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. يعني لا تنتظروا أن تزوجوا من أجل المال أو الجاه أو الحسب، يكفي أن يكون متدينا حتى تتزوج النساء ولا تحدث فتنة الزنا. أخذ الإمام مالك الحديث دليلا على ألا يراعى في الكفاءة إلا التدين، لكن الجمهور يراعي أربعة: الدين، الحرية، النسب، الصنعة. لا تتزوج المسلمة بكافر، ولا الصالحة بفاسق، ولا الحرة بعبد، ولا المشهورة النسبي بالخامل، ولا بنت من له حرفة طيبة بصاحب حرفة خبيثة. الكفاءة شرط ما لم تتنازل المرأة أو وليها عنه. سيدتي بدر، يقول لك سيدي الوزير إن الكاهن الذي كان يقابل شغب قد فر هاربا بعدما قتل أحد السجانين. كيف هذا؟ وأين الشاه ومن حوله؟ المهم أن تلتزمي الحذر. الحذر؟ نعم، لا تفتحوا الأبواب إلا لمعروف لكم، ولقد وضع لكم حرسا، لكن الأفضل أن تحترسي. هذا يعني أنهم يجيدون الوصول لأغراضهم. من هم؟ الذين تآمروا علي من قبل، وها هم يعودون للمؤامرة والتآمر. والحمد لله رب العالمين. سأعود إلى بلخ يا أبا عيسى، فثمة أمور هناك تستدعيني. هل انتهيت من مهمتك هنا؟ الحمد لله. بلخ ليست بعيدة، كنا نسير إليها لنسمع ونعود كل مساء، أتذكر؟ كنا والدنيا شبابا. تصحبك السلامة يا أخي. مولاي الوزير، لقد علمت كل شيء،
هاتي لي شغب الآن. من ذلك الذي قابلك في حديقتنا؟ كان من كهنة معبد تلمس. وما علاقتك به؟ كنت كاهنة قبل أن تهديني إلى الإسلام. كاهنة؟ كاهنة وتباع عند نخاس؟ كنت أنت هدف الكهنة فدسوني عليك بهذه الوسيلة. لماذا؟ لأعرف سر كرة النار ثم أقتلك وأعود للمعبد. لكنك بالفعل تعرفين سر كرة النار، فلماذا لم تؤدي مهمتك وتهربي؟ أسلمت، حببتك. ولماذا لم تصارحيني؟ لماذا؟ خفت أن أفقدك وظننت أني اختفيت عن أعينهم، ولكن الكاهن طردني. ومن يعرف أنك عندي؟ كبير الكهنة والنخاس والكهنة الذين فشلوا معك في بغداد. إذن فكبير الكهنة يدبر لمؤامرة. مؤامرات من أنواع عديدة، ولكل مؤامرة رجالها. لماذا؟ إنه يعمل على ضرب الإسلام. الإسلام أكبر من الكهنة. له مخطط طويل الأجل، ينفذ ما يستطيع منه ثم يأتي من بعده وينفذ ما يستطيع أيضا. إنهم يعملون وفق خطط لا تقف عند حياة واحد أو أكثر. لو أنك صارحتني منذ البداية لكفيت نفسك أشياء كثيرة. أخطأت، فاعفو عني. لا تخافي. أتأمنها؟ كانت قادرة على قتلي ولكنها لم تفعل، ثم هي التي دلتني على كيفية علاجك. والشاه؟ سوف أحدثه وأقنعه. جاريتك هذه خطر يا جابر، كاهنة وتقبل أن تصير جارية لتنفيذ مخطط، إنها خطيرة. لقد اعترفت له. أيكفي هذا؟ أعلم أنها أسلمت وأنها صادقة الإيمان. تظل خطرا، فالكهنة سيطاردونها ليدفنوها ومعها أسرار المعابد. ولماذا لا نحرسها ونعرف منها كل ما هناك خلف الحوائط والدخان؟ أتريد هذا؟ نعم. لا بأس، تلك مسؤوليتك، وقد تدفع حياتك ثمنا لهذه الثقة. لقد زادت الأمور عن حدها. هذه حرب، حرب في أرزاقنا. سوف نحدثه. ألم يحدثه الشاه؟ لكنه رفض وترك ترمذ كلها من أجلهم. هذه حرب، حرب في أرزاقنا. ما بالكم اليوم؟ الناس في قلق يا أبا عيسى. لقد علمت أكثر من 100 تتاري صناعة الصابون، وهذا كله يضيق علينا في أرزاقنا. هذه مقولة منكرة لم أعتدها من مسلم. المسلم يعلم أن الله هو الذي يرزق. لو اتقينا الله حق تقاته لرزقنا كالطير. فما بال بعضهم يقول لو عمل هذا أو هذا في صنعته
هذا ينتقص من رزقه. السوق امتلأ بالصابون يا أبا عيسى وزاد عن حاجة الناس. يجب أن يتعلموا، فتعليم الناس فريضة. تعليمهم الدين فريضة أم تعليمهم صناعة الصابون؟ يا إخوان، العلم كل لا يتجزأ. لو أنهم تعلموا صنعة كفوا أداهم عنكم. ثم إني لا أعلمهم الصنعة فقط، إنهم إخوانكم في الدين، أترضون أن يبيعوا أولادهم خوفا من الجوع؟ يا أبا عيسى. نعم. فليذهبوا ببضائعهم إلى أسواق بخارى وسمرقند شمالا ومروى وبغداد لكي لا تحد من أرزاق الناس هنا. لكن لي متجرا في ترمذ. لقد أصبح هذا المتجر يبيع بضائع التتار مع عمالك. هل تريدون مني أن أغلق متجري؟ لا يا أبا عيسى، لا تغلق متجرك، ولكن تخصص في بيع الصابون. أيرضيكم هذا؟ يا أبا عيسى، نحن نعرف أنك رجل صالح، لذا ننصحك أن توجه تجارتك إلى بلاد أخرى إذا أردت ألا تبور. لقد تركوا التجارة في الصابون، وقد يتركون صناعة الصابون أيضا، لأن عدد العاملين فيها كثر. فهل ما أفعله صواب؟ هل أحاول أن أساعد إنسانا فأكون سببا في إيذاء آخر؟ ربي ألهمني الصواب. حسنى، ماذا فعلت في القلعة؟ لقد عفوت عنك يا شهد، لأنك كنت صادقة وكنت مخلصة أيضا. أشكرك يا سيدي. لقد حذرني الشاه منك، ولكنني أخبرته أنني أطمئن إليك. قد تكلفك هذه الطمأنينة عمرك وأعمارنا. إن الإسلام له صفات، لا بد وأن تكون صفات المسلم. فالمسلم لا يكذب ولا يغش، إنه أمين يأمنه الناس. كهنة المعابد تعرف أسرار السموم. أنت لا تحبينني. أجل يا شغب، إنما فعلته صبح كان من أجلي ودفاعا عني. لقد تصرفت بطريقة ممتازة في غيابي. لقد هيأت لك الفرصة كي تخرجي من دائرة تهديد الكهنة بحبسها لك. لا أعرف ماذا أفعل كي تطمئن لي. تصرفي كالمسلمين وليس كالكهنة. أنا أتصرف كالمسلمين. المسلمة لا تخفي في طيات ثيابها خنجرا وهي في بيتها. ماذا تقولين يا صبح؟ لمن الخنجر المسموم المدفون في ثيابك؟ هل تخفين خنجرا مسموما في ثيابك؟ نعم، سلميه لحسنى. افعلي ما أمرتك به. لمن كان؟ لي. أمرني من أعطاه لي أن أستخدمه إذا انكشف أمري. أرأيت لماذا لا أطمئن إليك؟ ولا أدري كيف يطمئن إليك سيدك. إن سيدي وزوجي يعرفني أكثر مما يعرفك. هل تعرفها يا مولاي الوزير؟ أكاد لا أعرفها. كيف تطمئن إليها؟ أحبها. نعم، أحببتها منذ تزوجتها. وأنا أحبك أيضا. كيف؟
كيف يمكن للرجل أن يحب امرأتين معا؟ وثلاثة وأحيانا أربعة. فالقلب البشري له قدرات لا تحد. هل اشتريت جارية جديدة؟ هل رأيت زهور الحديقة؟ هل تنسمت عطرها وبهرك جمالها؟ النساء كالزهور، لكل منهن جمالها وعطرها وحبها. والآن هل هدأت الحرب التي ثارت في بيتي؟ اسأل الكاهنة. لا يا صبح، لم تعد كاهنة، ولو ثبت أن بفؤادها شيئا من الكهانة لقتلتها. أنت تعرفين جيدا حكم الردة. هل ننام أم تفتك بنا ونحن نيام؟ هل تسمم الطعام والشراب؟ لا تزرعي أشواك الشك والقلق في نفسي. ألا تقلق مني يا سيدي؟ علمتني التجربة أن الأفعى، حتى الأفعى السامة، إذا أحبت بصدق لا تؤذي. ستسأل عن دمائنا يا سيدي إن قتلتنا. يجب أن يتعلموا حرفا أخرى، لا يكفي تعلم صناعة الصابون. كانت كافية. أتعلمون القبائل كلها الصناعة؟ أنا أستطيع التغلغل وهداية القبائل كلها. لو أن هناك ضأنا لاستطاع الرعاة العمل. وزرعت أرضا؟ التتاري ليس مزارعا. كم معنا من المال؟ عندنا ما يكفي للتوسع في الصناعة أيها السيد. أريد قطيعا من ضأن، وأريد ولله الإرادة جميعا أن نبدأ في صناعة سفينة. وماذا نفعل بسفينة أيها السيد؟ أحاول أن أفكر في حرف أخرى لأهلكم، فساعدوني. إن هؤلاء الناس الموجودين في صحرائكم بلا عمل يجب أن يجدوا عملا. ما لك وصحرائهم؟ إنك تتحدث عن من يأتي إليك مسلما. الرعي إذا وجدت الإبل أو الماعز أو الضأن يكون حرفة للقوم. أشتري قطيعا وأجعل عددا منهم يرعاه. وإن أكلوه أيها السيد؟ نعم نعم، إن أكلوا القطيع بدلا من أن يعملوا رعاة له. أيمكن أن يحدث هذا؟ لقد دهن بعضهم نفسه بالزيت بدلا من صناعة الصابون. لا يعمل في رعي القطيع إلا مؤمن صادق. خانتني الظروف، فاعفو عني وأعطي شهاب الخن الفرصة لكي يتهمني أنا ومن معي بالتآمر. وبماذا يفيدك موتي؟ وماذا أفادت حياتك؟ لقد قست شروط الشاه واستبدت أوامره بسببك. بسبب الكاهنة؟ لم تكن حريصة. اخرج ولا تعد. مت بعيدا عن المعابد، ولا ترهق من فيها بسبب سلوكك. اخرج. هنا لن تصل اليك يد كاهن ولا خادم معبد. انهم كثير الحيل، وانا ايضا حريص على ما املك. كل ما يهمني أن تكوني وصبح على وفاق، حتى تحمي الواحدة من كنا الأخرى. أخشى من يدخل من خارج القصر، من أسوار الحديقة. سنحرس ما لنا جيدا، فاطمئني. يا أبا عيسى، يا أبا عيسى، ماذا تفعل بكل هذا العدد الذي تؤويه من التتار؟ أنت تعرفين ما أريد، تعرفينه أكثر من غيرك.
ما هو؟ يا أم هند، أنا داعية أدعو لدين الله. وهذه الحرف التي تعلمها للناس أهي من الدعوة؟ إنهم شديد الفقر، يسرقون وينهبون جوعا وفقرا، وما أفعله هو حماية إنسانية هؤلاء الناس بتعليمهم حرفة تشبعهم قبل أن أقول لهم لا تسرقوا. رشوة تعطيها لهم ليؤمنوا؟ بل هو عون يا أم هند. لو أني أستطيع أن أجوب الصحارى في الشرق والغرب لأدعو قبائلها إلى الإسلام، لو أني أصل إليهم وإلى رؤوسهم وأهديهم. إنك بما تعطي من عمل ومال جزاء العمل تحضرهم إليك. أهذا خطأ؟ لو هديت ضالا واكتسبت مسلما ورحمت أخا من بيع ولده، أتخطئين أم تضيفين لقوة المسلم قوة؟ يا أبا عيسى، هؤلاء الناس يضيقون على غيرهم في الحرف، يطردون الناس من أعمالهم. هؤلاء الناس كفوا أداهم عن الناس، لم تحدث غارة واحدة منذ وقفت أدعوهم إلى العمل، وأنت تعرفين كم كلفتنا هذه الغارات. كيف أناقش من كانت صناعته الكلام؟ ندعو الله ونسأله أن يهدينا من أمرنا رشدا. أيها الإمام، ما فضل قارئ القرآن الكريم؟ عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن واستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار. لكني لا أجيد القراءة. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شديد عليه له أجران. وما معنى كلمة سفرة؟ رسل، معناها رسل، لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات السماء. أهناك ما يسوءك يا أخي؟ لا لا، مجرد عادة تعودتها. وما أفضل سورة؟ كل القرآن، كله كلام الله. سمعت أن هناك سورا تفضل سورا وآيات تفضل آيات. يا أخي، القرآن كله فضل، ولكن إذا كنت تبحث عن الخفيف على اللسان الكثير الفضل، فاقرأ المعوذتين والإخلاص. ماذا يا رجل؟ لماذا تحاول قتلي؟ لماذا تحاول الاعتداء علي ولم أعتدي عليك؟ بل من أنت؟ من تكون؟ أجب يا رجل، أجب وإلا قتلتك. أنا لا أحمل لك ضغينة. إذا لماذا تحاول قتلي وتحمل نفسك آثاما وأوزارا؟ ثروتي ضاعت في التجارة ولا أجد قوت عيالي. اعمل. أين أعمل؟ تعال إلى بوق وسأعطيك عملا إن شاء الله. قم يا رجل، انهض انهض.
خذ هذا، اشتري طعاما لأولادك، وغدا إن شاء الله تجيء إلى بوغ وتسأل عني عن دار محمد بن عيسى بن ثورة، وسأعطيك عملا إن شاء الله. بورك فيك. لا تؤاخذني يا أخي، لا تؤاخذني. العمل، العمل أيها الأمير، العمل يصون على الناس حياتهم وكرامتهم. أنا لست مسؤولا عن ابتداء حرف للناس يا أبا عيسى. أعطيهم من مال الزكاة. الزكاة في ترمذ تؤخذ من غنيها لتعطى لفقيرها، هكذا تعلمت وهكذا أعمل. وهكذا تجب. ثم إن المسلم إن احتاج لا يقتل ولا يقطع الطريق، لا يقطع الطريق إلا خارجي أو واحد من ملة أخرى. لنمد الموائد والطعام للفقراء. بعضهم يعيش على هذا ولهذا ويترك العمل كلية. إن إطعام الناس أسلوب خاطئ. نحن نحصي الفقراء ونعطيهم من مال الله، أما أن نضع دائما طعاما أمامهم فإنه أمر يستغله ضعفاء النفوس. إن من حاول قتل الإمام ليس مسلما. أهو التحامل على التتار؟ المسلم لا يقتل ليسرق. أنا في أزمة يا صبح، أزمة حقيقية، لأن الشاه يشك في إخلاص شغب، وأنت أيضا تشكين في إخلاصها، وكلاكما يحذرني من غدرها. الدين النصيحة. ولكن لهذه الجارية مكانة في قلبي. وأنا؟ وهل هذا يعني أن مكانتها تزاحمك؟ بالقلب مكان لكل ما نحب. لا أريد أن تفسد شغب والحديث عنها علي ليلتي. قل لي أتحبني؟ صبح، ألم تندمي لأنك فقدت الأمير وصرت لوزيره؟ أنا لست شغوفة بالحكم أو السلطة، وإن كنت شغوفة بما تعطيه هذه من رفاهية وطيب عيش. أنا لا أريد أن أجد حياتي خشنة مجدبة، أريد من الطعام أحسنه، ومن الجوهر أغلاه، ومن القصر أبهى الأماكن. لقد بعاني أهلي لأنهم كانوا فقراء، هذه المذلة، مذلة أن يباع الإنسان ويشترى كسلعة تجرعتها، لأن أهلي كانوا فقراء. الرق تجارة رائجة ومفرداتها ضخمة. الفقر عدوي يا سيدي. كلنا عدو. والإحساس بالثراء يخدر أحاسيسي. إن كان الشعراء يقولون إن المرأة قيثارة حب تسمعك وتمتعك بأعذب نغماتها إن صفت، فإن الشعور بالصفاء يفتاحني بالرفاهية، بالثراء، بالبعد عن الفقر. حملك جمالك إلى أكثر الأماكن رفاهة، قصر الأمير والآن قصري، فأنا بالثروة متيم وبفاخر العيش مغرم. فاخر العيش أم السلطان؟ الاثنين معا. لقد اتجهت بكليتي إلى العلوم الدنيوية، رغم أنني بدأت بالعلوم الدينية شان كل الدارسين، وركزت على السلاح كي أصل إلى الملوك. كرة النار. إنني أطورها وأطورها حتى إنها أصبحت الآن هدف كل الملوك. أصبحت هدف الكهنة، فدسوا لك شغبا. شغب مخلصة، صراحتها أكدت لي أنها بالفعل مخلصة. ستشدهم رائحتها ويصلون إليك يوما ما، وساعتها إن شغبا في حريمي، ولن يصل إليها أحد أو تصل هي إلى أحد. يعرفون مكانها لأنها عندك. صبح،
ألم تقولي إنك لا تريدين أن تفسدي الليلة بالحديث عن شغب وعن مؤامرة نسيتها أنا؟ ذلك الرجل وزيرنا جابر الخيام غريب، يصر على الاحتفاظ بالجارية التي كانت كاهنة، مع أن هذا خطر على حياته. كان يجب أن تأمر بقتلها. قد يغضب. أنت الشاه، وما تفعله للمصلحة العامة. هذه المرأة خطر، كما أن صبحا خطر أيضا. صبح؟ إنها تفسد الرجل والمكان الذي تشغله. إنها امرأة شؤم. أبعدتها عني. لا، لم تبعدها. ما هذا يا ثريا؟ أتتهمينني بأنني أطمع في جارية أهديتها لوزيري؟ هذا الوزير مهم بالنسبة لك، فهو يطور لك سلاحا تقف به في وجه عدوك. نعم، وصبح خطر عليه، أي أنها خطر على دعائم ملكك. أتظنين أنني أخطأت إذ أهديتها لوزيري؟ جدا، وعليك أن ترجع عن هذا الخطأ، وعليك أن تبعدها عن كل ما يمس سلطانك، وأن تبعد الكاهنة أيضا، فكلاهما خطر، ليس على الوزير وحده، وإنما على ما يمثله الوزير بالنسبة لنا. وما العمل؟ أتسألني ما العمل؟ كيف نبيع الجاريتين دون أن يغضب الوزير؟ نفهمه أن ذلك لصالحي. نعوضه عنهما بأربع جواري. لا 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 لا، لا أريد لعالم مثله أن يفسده التدليل. سأفكر في طريقة لإبعادهما دون أن نعطي مقابلا لهما. إننا في حاجة لكل الدرهم، والجواري نقود. يجب أن نفعل شيئا يثبت لكبير الكهنة أننا نستحق شرف تمثيل الكهنة. لن يقنع بغير سر كرة النار وإعادة تلك الكاهنة البائسة إلى معبدها بعد معانته خارجه. هذا بالضبط ما أريد أن أفعله. لكن كيف تصل إلى تلك الجارية شغب وقد عرفوك في بلخ بل ويترصدونك؟ إنهم لا يعرفونك. أنا؟ نعم، سأبين لك كيف تصل إليها وتفهمها أنه لا بد من التنفيذ والعودة للمعبد منتصرين. أليس في الاتصال بها مخاطرة؟ إنها محروسة حراسة شديدة. قل لي، هل نعمل أم لا؟ نعمل، أنا أريد أن نعمل، ولكني أشك في أننا سننجح. لماذا؟ لا أدري، ولكننا نفشل هذه الأيام. حتى أنت فشلت في قتل الترمذي، بل وضربك هو حتى أشبعك. ولولا استجداؤك إياه وادعاؤك الحاجة لمت من ضرب عصاه. ولماذا هذا القول الآن؟ لماذا؟ لأن الفشل هو ما نلقى هذه الأيام. الفشل، سواء في بلخ أو ترمذ، هنا أو هنا، وهذا له معنى واحد: الآلهة غاضبة علينا. لابد لنا من إنجاز، لابد من إرضاء آلهتنا حتى ننجح. أريدك أن تكلفي من يشتري جاريتي الوزير جابر الخيام. وإذا كان الوزير لا يبيع يا مولاتي؟ نغريه حتى يبيع، يبذل له من المال ما يجعله يبيع. لماذا يا سيدتي؟ نريد أن نحمي خدمنا مما يضرهم. إن كان لا يستطيع حماية نفسه فهو لا يصلح وزيرا. لماذا تكثرين من المناقشة؟ نفذي ما أقوله. فاطمة،
فاطمة، فاطمة، أعد احتياجاتي فسوف أسافر نيسابور إن شاء الله. بعدما أمر بمرو لأسلم الأمير المسند الذي نسخته له. سأذهب معك. لا، سأذهب وحدي. ومن يخدمك؟ يا فاطمة، أنا لست المرفه الذي يخدمه الناس، أنا أخدم نفسي بنفسي. ولكني أحب أن أخدمك. فاطمة، المكان هنا يحتاجك، هنا تجارة وصناعة يتعلق بها خلق كثيرون، وأنت التي تستطيعين أن تديري هذا. وأم هند؟ أم هند مريضة، وهذا سبب آخر لوجودك. ولكن تارة هنا. تارة ليست من أهل هذا البيت. سأشعر بالقلق وأنت بعيد، سأتصورك بلا طعام أو قد تحتاج شيئا. يا فاطمة، الحياة لم تدللني، أنا لا أحب التدليل. سيدي، كنا ثنائيا رائعا في الرحلة السابقة. كنت تريدين الحج؟ وما زلت أريد العلم. إنها رحلة وتنتهي. رحلتان، رحلة مرو ورحلة نيسابور، ولا أدري لماذا رحلة نيسابور. فاطمة، أعدي أشيائي. سمعا وطاعة. من أرسلك؟ جئت من قبل مجهول يريد شراء جاريتيك. ليس عندي جواري للبيع، لا أملك إلا واحدة، وهي عندي أغلى من أن تباع بثمن. حدد المبلغ الذي تريد. قلت لك ليس على الأرض ما يمكن أن يفي بثمنها عندنا. أما الأولى فهي حرة، وهي زوجتنا كالثانية. أيها الرجل، عد إلى من أرسلك وأفهمه أن زوجتي ليست للبيع. تزوجهما الجاريتين؟ نعم يا مولاتي. كيف؟ لا أدري كيف، ولا أدري لماذا تولين هذا الأمر، كل هذا الاهتمام. إن جابرا من خدمنا المخلصين، وقد صار خادما لبلغ إمارته، أما المرأتان اللتان في حوزته فخطر شديد. إنه عالم ذكي يا مولاتي، يعرف الكثير، وقطعا يعرف خطورتهما إن كانتا خطرتين. الرجال ضعفاء يا سندس أمام النساء، يظنون أن المرأة مخلوق هش لا يستطيع الإذاء، والحق لا، إن شغب كما تسمي نفسها كاهنة. أما الثانية صبح، أنثى العنكبوت لا ترى من الدنيا إلا نفسها، وستجعله ينسى علمه وعمله. يجني على نفسه. وعلينا، يجب أن نحمي علماءنا حتى من نزواتهم. كيف؟ أن أدفعه إلى أن يطلق زوجاته؟ يجب أن يجد الأمير وسيلة لحمايته، أو نجد كيفية يعرف بها رجالنا سر كرة النار وعملها، حتى إذا ضاع الوزير بقيت الكرة المنشودة. فاطمة، ارحميني من دمعك يا فاطمة، فأنا بكاء. لا أطيق أن يبتعد عني سيدي. حياتي ترحال دائم، ففي الترحال معرفة، يجب ألا نبكي يا فاطمة، يجب هذا. كيف أحبس الدمع؟ إنه يسيل رغما عني. يا فاطمة، اذكري نعمة الله علينا، كنا فقراء فأعطانا، إن لنا تجارة وصناعة في أكثر من 400 دينار. هل كان المال غايتك يا سيدي؟ لا، لا يا فاطمة، ولكني أذهب وعندك الزاد، وأحمل زادي وتحملني دابة. رفاهة رفاهة يا فاطمة. لما لا نقول تفرغ؟ فلا تنشغل عن علوم الدين ولا يضيع جهدك في غيرها. أتظنين هذا؟ نعم. حتى هذا يا فاطمة نعمة أنعم الله بها علينا، حتى لا ننشغل عن عبادته بشيء. والآن يا فاطمة أنت المتصرفة هنا.
أطال الله عمرك يا سيدي وردك إلينا سالما. الحمد لله. سيدي لا تنسى أن تخبرني بمكانك وحالك في كل محطة. إن شاء الله نفعل. اذكر ولا تنسى أن هنا من يحبونك وتتعلق حياتهم بكلمة منك. الحمد لله على نعمه. سيدي اركب جوادك يا سيدي، فقد اشتريت جوادا لتركبه لا لتسحبه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نظرت في ذل كل ذي ذل فزاد ذلي عليهم، ونظرت في عز كل ذي عز فزاد عزي عليهم. من اعتز بذي العز ذاق طعم العزة، يقول جل ثناؤه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. الغيب رطب ينادي يا غافلين الصبوح، فقلت أهلا وسهلا ما دام في الجسم روح. هل جن الرجل؟ إنه يبدو كالمجنون. يا هذا. نعم يا شيخي. لا شيخ لك، ماذا تطلب مني؟ العلم. أي علم؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يؤخذ حديثه صلى الله عليه وسلم من مجنون؟ لا. إذن لماذا حضرت وأنت تتهمني بالجنون؟ زلة لسان، فاعذرني. ممن تأخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من عاقل صادق ليس كاذبا ولا مدلسا، حسن السيرة مشهود له. أول شروط الرواية الإيمان. يا طالب العلم أنت قاصر المعرفة، أتعرفون ما هي القبور؟ ليست القبور قبور الأموات، أنتم القبور، كل واحد منكم مدفون، فالمعرض عن الله له الويل والثبور، والمقبل على الله فرح مسرور. يحبك قلبي ما حييت فإن أمت، يحبك عظم في التراب رميم. عن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. والاعتكاف؟ عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20. هل يجوز الاعتكاف في شوال؟ فمن كان في طول الهوى ذاق سلوة، فإني من ليلى لها غير ذائقي، وأكثر شيء ملته من وصالها أماني لم تصدق كلمحة بارقي. إنه يطردنا، هذا أمر مرهق. سألبس للصبر ثوبا جميلا وأدرج ليلي ليلا طويلا، وأصبر بالرغم لا بالرضا، أعلل نفسي قليلا قليلا.